أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أهلا بكم متابعي ومشاهدي موقع مصراء في كل مكان، معكم عبر هذا البث المباشر الجديد من محافظة سوهاج، وضيفتنا في البث المباشر الطالبة سمر البدري عبد الراضي، ابنة محافظة سوهاج، الطالبة في الصف الثالث الثانوي الصناعي، تبدع في تلاوة القرآن الكريم والابتهالات والأناشيد الدينية. سمر بنرحب بيك على موقع مصراوي. لو تقول لنا بدأتي امتى في اكتشاف موهبتك وجمال صوتك في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية؟ انا عندي 12 سنة كده بدأت ان انا اكتشف موهبتي. حفظ كم جزء من القرآن الكريم؟ 10 اجزاء. عايزين نسمع كده ابتهالات وبعدين نسمع قرآن. صلينا عن نبي الهادي الأمين، سيدنا النبي جد الحسن جد الحسين، من نور جمال النبي شق القمر صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، مزدش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت، والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيما. أنا جاي وحياتي متى، اتعلق بنور النبي وتعطر بآل البيت. صبحتك بنور النبي، مسيتك بآل البيت، ما زادش في هواك مطلبي، وعند الحبيب صليت عليه الصلاة والسلام. سمر، طموحك فين في الابتهالات والأناشيد الدينية وتلاوة القرآن الكريم؟ أنا إن شاء الله أسافر القاهرة في مدرسة الإنشاد الديني. إن شاء الله تسافري وتلتحقي بمدرسة الإنشاد الديني. شاركتي في مسابقات أو فعاليات قبل كده؟ أيوة شاركت. شاركتي بصوتك المميز. عايزين نسمع كده ما تيسر من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وذرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا عنك وذرك، الذي أنقض ظهرك. سمر، يعني لما بتشاركي في المسابقات والفعاليات اللي في المدرسة، زمايلك بيقولوا لك إيه لما بيسمعوا موهبتك الجميلة وصوتك المميز؟ بينبهروا بصوتك جدا، بيحبوا صوتك.
ربنا يزيدك يا سمر. عايزين نختم بسنا المباشر كده بابتهال. ربنا صلى وسلم والملائكة الكرام ودعانا كي نصلي على النبي بدر التمام. يا حبيبي يا محمد يا عليه الصلاة والسلام. متابعي ومشاهدي موقع مصراوي، رصدنا لحضراتكم في بثنا المباشر جانب من موهبة الطالبة سمر البدري عبد الراضي، ابنة محافظة سوهاج، الطالبة في الصف الثالث الثانوي الصناعي، وهي تبدع في تلاوة القرآن الكريم بصوت مميز والتهلات والأناشيد الدينية. نشكركم على حسن المتابعة وطيب المشاهدة. كنت معكم من محافظة سوهاج عمار عبد الواحد.